اهلا بيكم حبايبي، النهارده يا رب تكونوا بخير وبصحه بكل انحاء الدنيا. النهارده ان شاء الله هنعمل كده اكله بسيطه وسريعه، مش لازم يكون عندنا لحمه، مش لازم يكون عندنا فراخ، مش لازم يكون عندنا سمك. هنعمل اكله بسيطه وجميله وشعبيه وحلوه قوي ومحتوياتها بسيطه. هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه وازكى السلام. النهارده معايا انا جبت كيس ملوخيه جاهزه، وكان طبعا من مدخراتي الشوربة. طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده، اما باجي اعمل شوربة لحمة او شوربة فراخ، اعمل لحمة بزود الشوربة شوية واحتفظ بيها في الفريزر لوقت ما يكونش عندي ولا لحمة ولا فراخ، ممكن اعمل اطبخ واعمل اكل لولادي. اهي انا الشوربة هي من مدخراتي، وعندي هنخلي الطماطم، وعندي ادي الثوم قشرته. ده الثوم يا جماعة اللي بيتخزن من السنة اللي فاتت، شايفين عامل ازاي اهو، حتى كمان شايفين مفرغش، فرغ حاجات بسيطة جدا، شايفين اهي، شايفين الثومة بتومتها بسيط جدا اللي اتفرغ منه. يعني شوف الثوم الجديد طلع وانا لسه عندي الثوم بتاع السنة اللي فاتت مفرغ، يعني بعد واحدة زي كده مفرغة. تشوف الطريقة بتاعتي على القناة في تخزين الثوم عشان ان شاء الله تخزنوه السنة دي. شايفين اهو الثوم طلع، ولسه والله عندي الثوم زي ما هو، اللي يدوبك الاستهلاك اللي انا استهلكته منه طول السنة، لكن محتفظ بنفس بتاعي. هنسمي الله ونشوف، هنولع بقى على الشوربة ونعمل الملوخية بتاعتنا ونخلي الطماطم بتاعتنا ان شاء الله. ادي دلوقتي عملنا الدقة بتاعت الطماطم، عبارة عن كزبرة ناشفة، بابريك، ليمون، خل، ثوم، ملح، كمون، كل ده اهو عملناه عشان نخلي الطماطم بتاعتنا. ودلوقتي هنخللها اما عبال الشوربة تسخن ونعمل الملوخية، تكون الطماطم اتخللت وبقى طعمها زي الفل. عايزين تعملوا جنب الملوخية شوية رز ابيض، شوية رز بشعرية، تاكلوها بعيش زي ما انتم حابين. احنا عندنا رز هناكل جنبها رز، واللي حابب ياكل جنبها عيش ياكل. اكلة جميلة وحلوة قوي. هخلص ادي خليناها في ثواني بتتخلل، وان شاء الله هنخللها واشوف بعد كده نعمل ايه. كده خلاص احنا سقطنا الملوخيه بتاعتنا اهي، وهنولع وهنحمر الثوم بتاعنا. انا بحب احمر الثوم الاول قبل ما يتحمر قوي، بحط الكزبره. انا هنا حطيت توميه نيه وحب الكزبره مش متحمره، بحب احطهم مع الملوخيه. وبعد كده بحمر الثومه شويه، وبعد كده هنشوفها ان شاء الله. لما الثومه بتاعتي بتاخد اللون ده ببتدي احط عليها الكزبره. بسم الله الرحمن الرحيم، احط الكزبره، احمر شويه معاها. وادي خلاص الثومه بتاعتنا اتحمرت. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عايزين الطشه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، وادي اكلتنا خلاص خلصت. طبعا مش ما تغطوش الملوخيه يا جماعه عشان ما تسقطش في الحله اهي، وهنشوفها ان شاء الله اما نغرفها. شايفين عامله ازاي؟ شايفين التقل بتاعها؟ هو ده، هو ده تقل الملوخيه الجميل. هنحطها بقى في الطبق ونشوفها مع بعض ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين الملوخية بتاعتنا الجميلة، ريحتها تحفة تحفة تحفة، مش قادرة اقول لكم. اللي عايز يحط لها مكعب مرق يحط لها، لو الشوربة بتاعتك حلوة ما تحطيش مكعب المرق، الشوربة بتاعتك مش دسمة وخفيفة حطي مكعب المرق. شايفين شكلها وريحتها وطعمها وتقلها. وده كان يا جماعة، شايفين شايفين الجمال، شايفين شكل الطماطم متخللة، وادي الملوخية التحفة، وادي العيش. عايزين تعملوا رز اعملوا، ويا رب تكون كده قدرت اعمل لكم اكلة النهاردة بسيطة وخفيفة وفي متناول ايد الجميع ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني ووصفة سهلة تانية وبسيطة ان شاء الله. بس ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس،
واللي اول مره يشوف قناتي وما اشتركش يشترك، هيلاقي فيها كل جديد وكل بسيط. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.